مقادير الفاصوليا الخضراء على الشاشة. معانا فاصوليا خضراء، معانا توم، معانا بصل، معانا طماطم. تعالوا نشوفوا نعمل طبق صحي ازاي بنسبة 99.9. يعني الأكل اللي بتعمله يا شيف مغازي مش بنفس نسبة النجاح دي؟ طبعا لا. يعني لو بعمل كبسة مش هقول إن هي صحية بنسبة 100%. لو بعمل أي أكلة أنا عارف المحتوى بتاعها والماتيريال بتاعها والبرهان بتاعها مش هقول إن هي بنسبة 100%. أما الفاصوليا الخضراء بزيت الزيتون والليمون أعتقد إن هي صحية 100%. فاصوليا خضراء من خير أرضنا، أمعناها، غسلناها، بعد ما أمننا عليها تكون خضراء وزي الفل، صفناها من المية. معانا بصل، معانا توم، معانا طماطم، معانا ملح، معانا فلفل، معانا كمون، معانا زيت زيتون، معانا عصير ليمون. أعتقد الماتيريال اللي أنا قلته ده كله ما فيهوش مشكلة خالص من ناحية الأكل الصحي. تعالوا نشوفوا نعملها مع بعض إزاي. إيه الأخبار؟ طيب هناخدك كده ونخليك هنا كده، نشتغل هنا، بنحط زيت زيتون. يسخن معايا زيت الزيتون شوية عشان تحمرة البصلة هي السر في طبع عمل الفاصوليا ده. أخد السماق في طريقي كده وأنا جاي، بصلتين بيتقطعوا شرايح. طبعا الفاصوليا ده مشهور جدا في المطبخ الشامي سواء مع اخواننا اللبنانيين او السوريين، يعد من الاطباق المتبلات اللي بتبقى موجوده دايما على السفره زيه زي الفاصوليا البيضة. ناخد البصله دي كمان، هناخد البصله الحلوه دي كده بنفوقها. يعني ايه نفوقها؟ يعني نفركها مع السماق تقوم ريحة البصل تتمنع من البصلاية. اللهم صل على النبي. زي ما هي كده قبل ما نحطها في الزيت. وادي السماق عليها، دي التركية بتاعت المغازي، السماق بيشيل الريحة المش مستحبة مع البصل. فلفل اسود، ملح، هنفرك البصلايه بالمحتوى الثلاثي، ملح، فلفل اسود، سماق. نعم يا غالي، برافو عليك، مخرج شاطر والله. تقريبا كانت هوايتك تكون شيف قبل ما تكون مخرج شاطر. قال لي ما حطيتش زيت ليه؟ هو فاكر ان انا بعمل فتوش. هو الفتوش ايه؟ مع المختلط ده نحط زيت زيتون وعصير ليمون، بقت بصله فتوش، سبحان الله. بس احنا هنحط زيت الزيتون والليمون على الحامي على النار، لان بنعمل فاصوليا خضراء، حطيناها على البارد بقت فتوش. هو ده المطبخ، لوغاريتمات، لوغاريتمات مغازيه. هناخد البصلايه دي يا عم الشيف ونسقطها هنا. العب. نعم يا غالي، عينيا. هناخد البصلايه الحلوه ندورها كده مع زيت الزيتون. مش هحط توم دلوقتي لأن المفروض التوم ما يتعرضش لدرجة حرارة كتير في الفاصوليا دي عشان ما يمررش الخضار بتاع الفاصوليا. أنا بتكلم في التفاصيل بتاعة الأكلة. دورها كده. حلو. شوية توم. الله. نسيب التوم شوية كده. أهي التقليبة دي كده خلاص. نعم يا غالي، والله مش ناسي الإجابة على السؤال. بيقول لي ليه ضفنا الملح قبل ما نحط الخضار مباشرة؟ مخرج شاطر. المدرسة الطهوية بتقول إيه والخبرة الطهوية؟ إضافة الملح للماء المغلي أو للشوربة قبل ما نضيف الخضار، اذا كان في فاصوليا، اذا كان في كوسه، اذا كان في جزر، ايا كان نوع الخضار، اخضر، بيحافظ على خضار الخضار ويخلي لونه ناضج في قلب النار حتى لو اتعرض لدرجه الحراره. العنوان والاماره، بص على الكوسه وقول يا شيف كلامك صح. شوف الكوسه
اعتقد يمكن حاططها مع الرز ما كانش بالخضار ده. الكلام ده هنشوفه فين؟ مع الفاصوليا. انت نسيت ولا يا مخرجنا؟ حاطط الملح على البصلية مع السماق. هنحط الفاصوليا بتاعتنا وتشوف خضارها دلوقتي. تاني يا ست الكل، انا بتكلم في تفاصيل الاكل. نقلب كل ده مع بعضه. دي مش عايزه ميه كتير، شقشع ميه ونغطيها ونسيبها تستوي على احلام البخار. انا دخلت في الاجابه جامد جدا، يعني يخص الرجاله، يخص الميزانيه، يخص وزيره الماليه في البيت، الام، الست العظيمه، يخص المشتريات. حلو قوي. البيض ليه ابن الفاصوليا الخضراء اخبار ايه؟ اهيت زي الفل. طلع الفاصوليا الخضراء يا عم الشيف. في الطبق الحلو ده كده. الله، ايه الحلاوه دي؟ ايه الجمال ده؟ تسلم ايدك يا عم الشيف. فاصوليا بيبقى فيها قطمه حلوه كده، الخضار بتاعها زي ما الواحد كان ياكل البسله الخضراء وهو صغير كده ويستطعمها، والفول الاخضر، هو نفس الموضوع مع الفاصوليا الخضراء الجميله دي. سلطه الفاصوليا الخضراء صيامي. حلقتنا النهارده ترضي كل الاذواق وكل دول العالم. عملنا الكبسه السعودي بالطعم السعودي، عملناها بالفراخ وبالخضار. فرصة وأنا بنهي الحلقة بتاعتي بنهني الشعب السعودي والأشقاء السعوديين في مصر وفي بلاد السعودية في الدولة الشقيقة، حكومة وشعبا، بالعيد الوطني السعودي 93. فعملت كبسة النهاردة بالدجاج والخضار، عملنا الكيكة الذهبية بالزبادي والعسل الأسود، عملنا سلطة الفاصوليا الخضراء صيامي بطريقة صحية ولطيفة. مطبخنا حتى كمان صحي يوم الأحد من كل أسبوع، يعني رؤية فن إبداع بنشوفه كل يوم على شاشة القناة الأولى والفضائية المصرية من ماس بيرو. We'll be right back.